من هو ملك مملكة الجبل الأصفر المجهول على الحدود المصرية السودانية؟ ومن حضر قمة تأسيسها؟ وما هي الدول المعترفة بها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على أهل السلام. السلام عليكم يا أهل الإنسانية. أقول كلماتي هذه باسم صاحب السمو الملكي ملك مملكة الجبل الأصفر، وباسمي نحن رئيس مجلس وزراء مملكة الجبل الأصفر الدكتورة نادرة عواد نصيف. أشكر متابعتكم لنا في هذا اليوم التاريخي الذي لطالما انتظرتموه، يوم الخامس من سبتمبر 2019، يوم إعلان ولادة مملكة الجبل الأصفر من مدينة أوديسا العريقة في أوكرانيا. مملكة الجبل الأصفر هي دولة سلام بكل ما تحمل هذه الكلمة من المعاني التي تتمحور حول حق الإنسان أن يعيش بكرامة تحت مظلة حقوقه المدنية والشرعية التي نصت عليها جميع المواثيق الدولية. أثار إعلان ما يسمى بمملكة الجبل الأصفر العديد من علامات الاستفهام والكثير من الجدل في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي منذ ظهور سيدة لبنانية في مقطع فيديو تعلن قيام المملكة. وقالت نادرة نصيف في إعلانها الرسمي لمملكة الجبل الأصفر إنها ستكون دولة نموذجية ستضاف إلى قائمة الدول العربية، مثيرة بذلك تساؤلات عن الدولة الجديدة الغامضة التي زعم أنها ستقع بين مصر والسودان وستكون موطنا للاجئين والمشردين. وقالت نصيف في أنها تتولى منصب رئيسة وزراء المملكة، وأشارت في مقطع الفيديو إلى أنها تعلن رسميا قيام المملكة من مدينة أوديسا في أوكرانيا بعد عقد قمة بهذا الخصوص. ولم تذكر نصيف في بيان الإعلان أي تفاصيل عن الملك الذي ما زال مجهولا حتى الآن، ولا عن المشاركين في القمة. وأشارت إلى أن المملكة المزعومة التي تحدثت عنها ستمثل حلاً لأزمة النازحين والمهجرين ومكتوم القيد، حيث تزعم أن هذه المملكة ستستقبلهم على أراضيها. وحتى الآن لا توجد كثير من المعلومات عن مملكة الجبل الأصفر، لكن حسابات باسمها على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت تغريدات ومنشورات تتحدث عنها. ويشير فيديو تعريفي عن المملكة المزعومة إلى أنها ستكون دولة عربية ذات سيادة وستقع في شمال إفريقيا ضمن المنطقة الواقعة بين مصر والسودان، ومساحتها تقريباً 2060 كيلومتر مربع. ويزعم الفيديو التعريفي أن الأرض التي ستقام عليها المملكة كانت تصنف قبل تأسيسها في القانون بالأراضي المباحة، أي التي لا يطالب بها أي طرف أو لا تقع تحت سيادة أي دولة في الأرض. وأضاف أن هذه الأرض حتى عام 1895 كانت تتبع للسلطنة المصرية، وفي عام 1899 وضعت مصر خط عرض 22 حدودا لها، وهو ما جعل أرض الجبل الأصفر خارج الحدود المصرية. ثم حصلت اتفاقية الحدود السياسية مع السودان عام 1902، وهو ما جعل الدولتين لا تعترفان بهذه الأرض ضمن حدودهما، مما تسبب في تصنيفها كأرض مباحة. يشير الفيديو الترويجي لها إلى أن السبب الرئيسي والأهم في تأسيس مملكة الجبل الأصفر هو توطين عديم الجنسية واللاجئين والمهاجرين وتوفير الحياة الكريمة والآمنة لهم، ويشكل غالبيتهم من العرب والمسلمين. ويزعم القائمون على مملكة الجبل الأصفر أن رؤيتها الوطنية تهدف إلى بناء دولة قوية ذات ناتج اقتصادي قوي يؤهلها لأن تكون في مقدمة الدول وفق رؤية 2030 وبرنامج التنمية المستدامة.
وأضافوا أن دستور المملكة سيكون مبنياً على الشريعة الإسلامية ومقتبساً من قوانين أكثر من 6 دول هي اليابان والسعودية وسنغافورة والسويد والكويت والإمارات. وعن مصدر تمويلها يشير الفيديو التعريفي إلى أن المملكة سيتم تمويلها حالياً من دعم مؤسسيها لهذا العمل الإنساني، وأما القائمون عليها فهم عدد من أبناء الوطن العربي الذين استشعروا المسؤولية تجاه القومية العربية والمبادئ الإسلامية الإنسانية السامية. وتساءل الفيديو التعريفي هل إنشاء المملكة مجرد فكرة؟ وأجاب بأن العمل على مشروع مملكة الجبل الأصفر واقع بدأ التنفيذ به منذ مطلع العام 2019. ويزعم القائمون على مشروع المملكة أنها تستند في الاعتراف بإقامة الدولة إلى الوفاء بالمعايير المنصوص عليها في القانون الدولي باتفاقية مونتيفيديو لحقوق وواجبات الدول، والتي صدرت في 26 ديسمبر 1933 في المؤتمر الدولي 7 للدول الأمريكية التي تم به تدوين النظرية التقريرية للدولة، وأصبحت جزءا مقبولا من القانون الدولي العرفي لتصبح الدولة كما هي محددة في النظرية التقريرية ترى كشخص في القانون الدولي إذا استوفت معاييرها، حيث التزمت مملكة الجبل الأصفر معايير الدولة كما حددتها اتفاقية مونتيفيديو، وهو ما يجعلها نافذة بالقانون الدولي. وبحسب القائمين على مشروع المملكة فإن السكن بها سيكون متاحا نهاية العام 2020 بعدما تكون قد هيأت كل شيء. وليس الحديث عن تأسيس مملكة الجبل الأصفر بالأمر الجديد، حيث بدأ الحديث عنها منذ إبريل الماضي، وفي أغسطس الماضي نشرت حسابات المملكة المزعومة بيانات عدة وفيديو تعريفيا قال إن أراضي المملكة ستكون مجاورة لدولتي مصر والسودان. كما أعلن منذ الشهر الماضي أن الإعلان الرسمي عن المملكة سيكون يوم 5 سبتمبر 2019 في قمة أوديسا بأوكرانيا. واللافت أنه حتى الآن لم يصدر أي تعقيب مصري أو سوداني على الإعلان عن المملكة المزعومة المجاورة لهما، لا سيما القاهرة التي كما ذكر أن أرض المملكة كانت بالأصل لمصر. وقوبل الإعلان عن المملكة في مواقع التواصل الاجتماعي بردود فعل تنوعت بين السخرية من جهة وطرح تساؤلات ومخاوف من جهة أخرى، فعلى الرغم من أن مشروع المملكة المزعومة يشوبه كثير من الغموض، فإن مغردين عرب لم يخفوا مخاوفهم من أن يكون المشروع بديلا لموطن ملايين العرب الذين يعانون بسبب اللجوء وغير قادرين على العودة إلى بلدانهم خشية أنظمة الحكم الموجودة فيها. وكانت أبرز المخاوف من أن ينقل سوريون وفلسطينيون إلى هذه المملكة المزعومة، في حين أشار البعض إلى أن أزمة البدون في الكويت قد تحل بنقلهم إلى المملكة. يشار إلى أن حسابات المملكة المزعومة لفتت إلى أنها تلقت برقيات ورسائل تهنئة من زعماء ورؤساء وملوك ومسؤولي الدول الصديقة والشقيقة بمناسبة إعلان قيام مملكة الجبل الأصفر.